Flash Sport. Flash Sport. مرحبا بكم في فلاش سبور، نعملوا طلع على ابرز الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. نحكيوا اليوم على نتائج الدفعه الثانيه من الجوله السادسه اللي تلعبت البارح لحد 27 اكتوبر. كما قلنا الدفعه الثانيه من الجوله السادسه ذهاب لحساب الرابطه المحترفه الاولى اللي اسفرت على النتائج التاليه: الاتحاد المنستيري يفوز على قوافل القفصه 2-0، النادي الصفاقسي يتعادل مع الترجي الجرجيسي 1-1، الملعب التونسي ينتصر على مستقبل جابز 2-1، ومستقبل سليماني يتعادل مع اتحاد بن قردان 0-0. بالنسبه للترتيب بعد مباراه البارح، الأولمبي البيجي ينفرد بصدارة الترتيب ب 16 نقطة، النادي الإفريقي في المركز الثاني ب 14 نقطة، وكذلك الاتحاد المنستيري بنفس الرصيد من النقاط. المركز الرابع لكل من الترجي الجرجيسي والملعب التونسي ب 13 نقطة، المركز السادس لكل من الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي وشبيبة العمران ب 9 نقاط لكل فريق. بالنسبة للمركز التاسع لنجم المتلوي 6 نقاط ومعه مستقبل سليمان زاد في نفس الترتيب. المركز الحادي عشر من نصيب كل من النجم الساحلي ومستقبل جابز بخمس نقاط. المركز الثالث عشر لكل من اتحاد بن قردان والنادي البنزرتي بأربع نقاط. المركز الخامس عشر لاتحاد تطاوين بثلاث نقاط، وقوافل القفصة في المرتبة الأخيرة ما زال بصفر من النقاط. قررت الهيئة التسييرية للنجم الساحلي عقد جلسة عامة عادية للموسم الرياضي 2020-2021 متبوعة بجلسة عامة انتخابية للمدة النيابية من 2024 إلى 2027. تاريخ الجلسة باش يكون نهار السبت 16 نوفمبر، وباش يفتح باب الترشحات للجلسة العامة الانتخابية ابتداء من 5 نوفمبر إلى غاية 12 نوفمبر. زاد باش يتم الإعلان عن تكوين لجنة مستقلة للانتخابات مهمتها الإعداد للجلسة العامة الانتخابية وتسيير أعمالها وضبط قائمة المترشحين والإعلان عن النتائج. اللجنة هذه فيها كل من حافظ البريقي رئيس اللجنة والهادي بن عبدالله ومحمد صالح تريتر كأعضاء في اللجنة. أعلن المدير الرياضي للنادي الأهلي المصري محمد رمضان البارح موعد رحيل اللاعب التونسي علي معلول عن فريق الأهلي، وقال في تصريحات لقناة الأهلي الرسمية أنه معلول سيرحل عن النادي بعد نهاية الموسم الحالي، وقال زاد أنه النادي اتخذ قرار التجديد له لموسم إضافي تقديرا للي قدموا طيلة مشواره مع الأهلي، وأنه اتفاقه مع معلول كان عدم قيده في قائمة الفريق للموسم الجديد حتى لين يتعافى من الإصابة. أعلن علي معلول أنه عودته باش تكون إن شاء الله في نوفمبر. النشرة هذه وكل النشرات تلقاوها على الباج أوفيسيال متاعنا على الفيسبوك غاديو كاب اف ام، والمزيد من التحاليل والأخبار الرياضية تابعوا زميلنا محمد الدريدي في برنامج ستاد الكاب كل نهار أحد من الأربعة حتى للسبعة متاع العشية. كانت هذه فلاش سبور. فلاش سبور. فلاش سبور.